السلام عليكم ورحمه الله الشباب، معكم مول كاسكيطة، ولكن هذه المره ماشي مول كاسكيطة، محمد السكاكي. بلا شك البارح صيفطوا لي رسائل كثيره وصيفطوا لي دي كومونتير تعاليق ديالكم اللي كطالبوني بها باش نرد على قبله الرباط. كلشي شاف هذيك القبله الفاضحه، كلشي شاف ردت امير البارودي، وانا جيت بدوري اليوم باش نرد عليها بطبيعه الحال ماشي بالحاله العاديه ديالي، طريقه ديال مول كاسكيطة. نخليكم مع هذا الفيديو ونرجع لكم الهضره ديال من بعد. شوف بعيد الزلاط غنجبدو ليهم في الرهوط ليهم. واش ندبهوك ولا ندبهوك ولا نديرهوك؟ ها عكل نيبه طالع لينا بمصيبه في هذا المغرب، وجهك داير بحال سانديلا. عمل لقيتي ما يدار حقا ما حقا، جامع رباعي ديال الزافريه، يلا توالت البرلمان ام نتباوسو وتبوسك عقرب السباعيه ان شاء الله لا تقرزك ما بين العينين. لا تيلي داك الحمرش اللي يصير يبوس فيك فمو خانز بحال زبالة ميريكان، عاد راسك طفرتي. انا بغيت نعرف فين ما كان شي حاجه ديال البلاوات وشي حاجه ديال المسخة فيها. انا عرفت عراو هذوك البعلوكات فرنسا تعريتي معاهم، انا هذو بركو يتباوزو تتباوسي تما تعرفيش ديري شي حاجه ديال المصليحه. دوي انت المقرد يا الشيطة الاخرى مسوس الضفران، فمك زرق بحال المرفق او جاي التباوسي ما زينة تزين. نقسم بالله كون جيتيني انا نشد باباك نعرق لك عصا ترد لك ظهرك رطب من كرشك. ها وكاك راسك واقف تقولي جايب اخبار الموت قضيتيها طفرتي درك. انا اللي ضرتني في راسي، علاش هادو ملي نادو داروا فيديو كالوا العصا والاخرين ملي داروا فيديو تباوسوا كل شيء بقى يتفرج فيهم؟ تاش هاد القضيه ولات كل نيبه بين لينا. المغرب راه وصل الجد بابا العظم ولا داير بحال شي تلفازه خاسره لا تيليكوموند لا مقادي لا الحجر. روكاردي السون كومونتير، انا بغيت نعرف هذوك 39 وزير ما فيهم شي وزير ديال الداخليه اللي بحال يشد باباهم هادو يزج بيهم في السجن. احنا كنشدو السكيري الى لقينا شرف في الزنقه كنعطيو 48 ساعه، وهادو اللي كيتباوسوا في الزنقه وامام البرلمان شحالنا خاصنا نعطيهم من ساعه؟ 102 3000 ساعه؟ راه اللهم هذا منكر. وانا من هذا المنبر كناشد السلطات العموميه والسلطات الداخليه على راسهم المقدم والشيخ يلقيو لينا القبض على هذا الرهوط، راهم شاحوا الفساد والفاحشه في الدنيا. الشير ديما ديال الرعاوين فين ما كان شي حد مكبوت وشي حد عنده شي غريزه جنسيه يجي بالردة في المغرب. الله يمسخكم، انا ساخط عليكم قد ما هي صبت وصحيت، قلقتوني الله ينعل جدودكم. كنتمنى من عند الله بان الفيديو يكون عجبكم بالطريقه ديال مول كاسكيطة، هاد الحالة اللي حزات في نفسنا بزاف، وحتى أنايا قررت نضامن بوسة، ولكن ماشي غادي نبوس شي وحدة في الزنقة ولا لا حاشا ولله، قررت نضامن بوسة هي نبوس كتاب الله. بغيت كل واحد يشوف هاد الفيديو يتضامن معايا حتى أنايا ونهزو كاملين كتاب الله ونبوسوه، فما كاينش ما أحسن من كتاب الله. إلا عجبتك الفكرة ما تنساش تبارطاجيها وتوصل الرسالة لغيرك، وتابوناو عندنا في لاشين اللي هي فلان فرتلان، ولا الصفحة الرسمية ديالنا www.facebook/mol.casqueta. السلام عليكم ورحمة الله.